يقول السائل: إذا دخلت المسجد في وقت النهي هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم، دخول المسجد واستباحة الجلوس فيه تسمى تحية المسجد، اصطلاحا تحية المسجد. هذه حتى لو كان وقت نهي تصلى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم لا تزح حتى تصلي ركعتين. ومعلوم أن فترة إلقاء الخطيب للخطبة هاي فترة استماع، فلما أمره أن يشتغل بالركعتين ويترك استماع الخطبة دل على وجوبها، وإلا هذا وقت ما هو وقت صلاة. فإذاك لا يشرع وقت الصلاة واحد يقوم يتسنن يصلي سنن، لا، وإنما يستمع الخطبة. فلما أمره بالخطبة أن يصلي دل على وجوب هاتين ركعتين، وهذا قول لكثير من المحدثين وهو راجح للدليل الواضح البين.